وراي عشان اشوف الوضع. اهلا وسهلا بقناة الفلوجة الحبيبة، حياكم الله من البصرة الحبيبة ام الطيب والكرم. حدث تاريخي مبهر متعوب عليه. اليوم جينا مؤازرة رغم المطر والبرد، جينا مؤازرة المنتخب الوطني العراقي. اتمنى لهم كل توفيق وامنا بهم كبير اليوم، واكيد يعني جود لاك للفريقين، واللي ما فاز نقول له هارد لاك. احنا حدث 1-0، حدث ما قدرت اوصل المدرجات الصراحه، ما ادري اشوف، فان شاء الله يا رب اتمنى لهم التوفيق، وقلبي يعني جايه في المشاري. الاجواء رائعه اليوم، التنظيم نشوف رائع. لا تجين على التنظيم بعد، ما يصير صدق. ما يصير بيجات بيجات هذا التعليق انا حافظه. لا دقيقه، ما يصير تحكين، ما يصير تحكين على التنظيم. اليوم شنو توضحين لهذا؟ خلي توضحين لنا. عيب عيب، انت عراقيه، انت عراقيه تعرفين العيب. اوكي بس الكاميرا مفتوحه يا حسن. شنو موضوع اللي هذا التعليق اللي صار؟ عالمي، التنظيم عالمي والبصره عالميه على عناد كل واحد. البصره عالميه وكسرت كل واحد، البصره عالميه والتنظيم كله.